على الرغم من ان انا شايف ان احنا ما كناش كويسين، ولكن في نفس الوقت هي مباراه، المباراه الثانيه تحديدا يوم 23 هتشوفوا شكل مختلف للنادي الاهلي. بعض اللاعبين اللي ما كانوش موجودين ان شاء الله يرجعوا، بعض اللاعبين اللي طبعا مش هيلحقوا، اللي هم اللي لسه ما تأيدوش لان لسه هيقيدوا بعد كده. في حاجات هتحصل خلال الايام اللي جايه ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى افضل. اللعيبه هترجع، اللعيبه هتاخد راحتها اكتر، الكلام ده كله. الاجواء مختلفه هنا، احنا دلوقتي الجو بالليل بيبقى حلو جدا، هتقدر تلاقي اجواء مختلفه. استاد الاهلي والسلام اللي هتبتلعب عليه المباراه القادمه استاد رائع، هتشوف كل حاجه وهتلاقي كل حاجه حضرتك عايزها كلاعب في الملعب، ان انت تعرف تباصي وتعمل يمين وشمال وتعمل كل اللي انت عايزه. وبالتالي نحن لا نبرر، ولكن احنا بنقول حقائق. احنا دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنقول حقائق. وخدوا بال حضراتكم، بعض من لا يشجع النادي الاهلي بياخد بيحاولوا طبعا، لان بس جمهور النادي الاهلي واعي وفاهم لمثل هذا الكلام، بيحاولوا ياخدوا جمهور النادي الاهلي لسكه ايه، ان الاهلي تحس ان الاهلي اتغلب. تعادلنا، بالنسبه لنا ان احنا نتعادل مع فريق الحرس الوطني ده بالنسبه لنا كاننا اتغلبنا، ولكن في النهايه النتيجه تعادل ايجابي 1-1.